للبطل المغربي المتألق محمد ربيعي الذي تمكن من الحصول على المركز الأول عالميا بعد قهره لكازاخستاني دانيار يلسنوف الذي لم يتمكن من تحقيق الحضور المميز. وزن 69 كيلوغرام. نتوجه إلى المكان المخصص لتوزيع الجوائز. دخول الأسماء ربيعي المهمة في هذه المنافسة، وسننطلق من المركز الرابع وكذلك المركز الثالث المؤهل إلى الألعاب الأولمبية بريو 2016. البطل المغربي المتألق محمد ربيعي يظهر على الصورة بشكل مميز وجميل، وهو الذي أبان على مؤهلات رائعة، والعلم الوطني المغربي موجود موجود موجود، وهو مساند ايضا من الجاليه المغربيه المتواجده في الديار القطريه. مشكورين صراحه بهذا المنبر. الميداليات السيد يوسف القاضم رئيس الاتحاد القطري للملاكمه والرئيس التنفيذي للجنه المنظمه، يرافقه السيد تانر نائب رئيس العيبة ورئيس الاتحاد الاوكيانوسي. إذا حضور الاتحاد القطري أيضا حضور دولي، هناك رئيس الاتحاد الأوكيانوسي أيضا سيوزع الميداليات، وهذه اللحظات تبقى غالية وكبيرة وكبيرة جدا. إذا إلى المركز الرابع. من أذربيجان هذا البطل الذي يحصل على المركز الرابع غير محدود للمرور إلى الألعاب الأولمبية. بارفيز بغيروف الذي يحصل على ميدالية برونزية. مركز رابع. كان الصراع قوي وقوي جدا. نعلم جيدا على مستوى البطولة الأفريقية من يفوز بالمركز الثالث هو من ينهزم من بطل النزال، لكن في هذه المنافسة بطولة العالم المركز الرابع خصصت له مقابلة، من ينتصر فيها يتأهل إلى بطولة العالم، رمزية خاصة جدا أكيد للميدالية البرونزية من جمهورية الصين الشعبية. الصين حاضرة في المركز الثالث لانتصر عليه على مستوى منافسات النصف النهائي. ايضا انتصر عليه الربيعي في اطار نزالات السلسله العالميه للملاكمه. وورسلي بوكسين هذا البطل سبق له ان كان حاضرا بالمغرب، وهو يتوج للمركز الثالث في هذه اللحظات. ميداليه برونزيه اكيد انها ستبقى في اذهان هذا البطل الصيني، وستكون لديه الحظوظ الوافره للذهاب نحو الالعاب الاولمبيه وتقديم كل ما لديه هنا. ننتقل بعد لحظات إلى المركز الثاني، والحديث هنا عن الكازاخستاني يلسنوف دانيار. لم يتوقع البتة أن يجد نفسه في المركز الثاني أمام قوة المغربي محمد ربيع. متابع في هذه اللحظات مراسيم تتويج البطل من كازاخستان دانيار يلسنوف سيلفر ميدل، الميدالية النحاسية أو الميدالية الفضية لهذا البطل من كازاخستان. الإشارة كان المصنف رقم واحد في هذه التظاهرة، وتم قهره وإزاحته بفضل محمد ربيعي. البقاء للأقوى للأقوى البقاء للأقوى أكيد أكيد. مشاهدينا الكرام، نصل في هذه اللحظات إلى اللحظة التاريخية التي ينتظرها كل المغاربة، لحظة تتويج البطل المغربي المتألق محمد ربيعي ابن المغرب بطل العالم للملاكمة في وزن 69 كيلوغرام محمد ربيعي. برافو ربيعي. صعود موفق لمحمد ربيعي، يستحق التسبيقات، يستحق التشجيع. امتعتنا محمد ربيعي يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للملاكمة عن وزن 69 كيلوغرام محمد ربيعي بطل الأبطال نجم النجوم. دمت ساطعاً وأحسنت، قدمت الشيء كثير، مثلت المغرب. هنيئا لك يا محمد ربيعي، هنيئا للوالد علي ربيعي، هنيئا للوالدة فاطمة وللأخ حمزة وللعائلة المغربية ككل، كل المغاربة. لحظة تاريخية ستظل خالدة في الأذهان. أكيد أن محمد ربيعي نقش اسمه من ذهب ويستحق الذهب. مشاهدينا الكرام، لحظات ونستمع
عزف النشيد الوطني المغربي من بيت الأحرار هنا بمدينة الدوحة عاصمة قطر. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Morocco. الملك بدموع خاصة خالصة. هنيئا للبطل المغربي محمد ربيعي، هنيئا لهذا الإنجاز المغربي، هنيئا لرياضة الملاكمة المغربية، المركز الأول عالميا، الذهب 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 ولا شيء غير الذهب. دموع أكيد أنها ظرفت في هذا التتويج، وكأنني أتذكر أيام إنجاز البطل المغربي هشام قروش على مستوى الأولمبياد. اليوم على مستوى الملاكمة يظهر بطل عالمي بقيمة كبيرة كبيرة جدا، اسمه محمد ربيعي، في المركز الأول عالميا. المغرب يعتلي الصدارة ويقود العرب في هذه البطولة العالمية لأن تكون الأحسن والأفضل. شكرا للجمهور الذي تابع معنا أطوار هذه المنافسة ككل، شكرا لكل من آمن بحظوظ محمد ربيعي. أحسنت ربيعي وأحسن المغرب بالتتويج والحضور في هذه المنافسة العالمية أمام هذه الجالية الكبيرة التي تابعت وتابعت عن كتب. أولي أولي ديما المغرب، وديما هذه غير البداية، هذه غير البداية، هذه غير البداية إن شاء الله. لك الكلمة هشام. وغادي نبغي نقولوا ان الصراحه نبغي نشكر الصراحه جميع مكونات الجامعه الملكيه المغربيه، ومنك معرض سياسي الرئيس المحترم.